يعني من 8 سنين اخر ليد ينطلق الهجوم لبيرلي خطيره بالراس، نرجع كره منطقه الجزاء سيتي، الانطلاقه ممتازه كره خطيره، ينطلق فريق بيرلي في حفاظ على اللقب على ليفربول، والكره ممتازه من الهجوم في تاريخ العريق. ترجع كره من ووكر، ووكر ممتازه التوسيع كره لجابريل، وعندها سجل ذهبي محترم. هذا الفريق رباح الدوري لاول مره الدرجه الاولى عام 1921، واردفها بلقب ثان في 1960، في الوقت ليس بعيد في الكوره. اوكي اللقب الاول في العشرينات وقت الغفله، ولكن اللقب الثاني في عام 60 ونعرف ايش نقول، ولكن انا ناس منظمه جاهزه. بف كرة الكرة كيفن دي بروين، التوزيع والفرصة للهدف الأول، تضيع الكرة كيفن دي بروين، ورا الكرة كيفن. كان بإمكان فريق السيتي فتح بوابة التسجيل، السكور يبقى على نتيجة التعادل السلبي. الممتاز في مقام ثاني، المقام الأول هو الشامبيونز، تلعب على بطولتين أخرين السوبر الأوروبي والمونديال، وهي ألقاب أوروبا. هذا الموسم احسن، والهدف الاول التقاليد فيها ثقافه فيها ملعبيه تاع الشامبيونز ليغ، واعتقد ان فريق السيتي بامكانه ان يكون منافس جدي وقوي جدا جدا على دوري الابطال. البطوله هي هذه، ممتاز جدا الحارس بوب، الحارس بوب يتصدى لكره دانيلو. دائما مانشستر سيتي يفرض الريتم تاعه باش ننهي القوس اللي فتحته مانشستر. الانطلاق والتوزيع في مناطق الجزاء، كره طويله، ذكر المات في سيطره واضحه للسيتي كالعاده، هي الفكر الرئيسي سيفتتح النتيجه. في خطا في ورقه في كرت على ووكر، اعتقد ان الانذار مستحق على اللاعب ووكر الظهير الايمن لفريق. كره ثانيه خطيره محاوله التسديد، شوت كوره، والكرة تعطي الخشبات الثلاث من لاعب برادي، كان ايضا لاعب في الثمانينات ممتاز جدا ويليام، عشرهم يبقى مع التسعين. جازا جاسكوين بيلاتسيو خطيرة على الهدف الاول، 1-0 للسيتيزن، 1-0 جابرييل جيسوس او شبيه رونالدو الفينومينو، 1-0 بيب غوارديولا. قلنا وقت اللي فريق مانشستر سيتي يسرع في اللعب وفي الكرة الفوارق ستبدو جل في اوروبا، يمشي خطيره فرصه الهدف الثاني، والدفاع يتصدى، والرابع من الكاس، ويفكر في المواعيد القادمه، اولها البريمير ليج في وسط الوسط في اخر الاحوال انه يجيب الهدف الثاني باش يطمن، يمشي برناردو سيلفا، امتياز ورا لمانشستر سيتي في دار الدفاع ولكن طويله، تمشي كره ممتازه جابرييل جيسوس، هربت الكره على الدولي البرازيلي والكوب امريكا اول مره المنتخب القطري، سهلة المباراة تصبح مضمونة بالهدف الثاني، وتسلل على رياض محرز. افتقد السيتي للريتم في هذا الشوط الأول، ولكن لم يفقده غياب يحس هشاشة دفاع بيرلي. يمشي كرة ملعوبة طويلة بالراس، ترجع من ديفيلفا، حط الكرة دي بروين، دي بروين خطيرة، وفرصة الهدف الثاني ضاعت من غوندوغان. كرة ممتازة في العمق، ممتازة جدا في دار الدفاع من الرائع البلجيكي أمام كيفن دي بروين. الكرة عاد في العمق، كرة خطيرة، والدفاع والهدف الثاني ممكن، والكرة ضاعت. محاولة هي الأخطر منذ هدف الافتتاح من جابرييل جيسوس. بالتالي في محاولات الآن لفريق السيتي، حارس المجاز إيدرسون يلعب أوتاميندي، أوتاميندي الأرجنتيني يلعب مع جون ستونز، يلعب الكرة عن طريق الهجوم، يمشي التوزيع لجابرييل جيسوس والحارس، والكرة الثانية أخذها فريق بيرلي، أول مرة تقريبا يوصل المرمى، وواحدة ثانية في العمق مرة أخرى السيناريو الهدف الأول، ولكن هذه المرة الدفاع قلب الدفاع خمسة لاعب أرضية، تمشي الكرة الآن محاولة التوزيع، التوزيع أرضية، برناردو سيلفا، واحدة اثنين ممتازة والكرة من البرتغالي. تأمينها الآن بالهدف الثاني من فريق بيب غوارديولا عن طريق الهجوم. 2016 لقب تعزز بالرصيد العربي من صلاح السنة الماضية، كرة خطيرة محاولة للتسديد ولكن الدفاع يسبق، وكرة رويدة كيفن دي بروين تتلعب بالكرة خطيرة جدا، والتسديدة والركنية بلجيكي، يمشي كيفن الرصية والكرة براوت، عليها ركنية ثانية من ضربة مرمى، شكله جون ستونز هو المس الكرة، آخر من المسها آخر لاعب، وبالتالي الكرة ستعود على 550 الحارس إيدرسون.
التماس تحال 1-0 للسيتي عن طريق جابريال جيزوس. لعل وعسى ما نتمناه. توزيع ممتاز، كرة لهجوم الفريق المطالب بالأمان بالهدف الثاني اللي ممكن يشيلها الآن. فرصة الهدف الثاني، كرة خطيرة الحارس بابا. التوزيعة كانت من رياض محرز، أعطى الكرة ووزعها داخل برشا، كان مطالب أن يخرجها تقريبا على مستوى 6 أمتار 7 متر. الشوط الثاني من هذه المباراة الخاصة تراكوفسكي، جيبسون، بريدي، وورد، إندريك، ديفور، تايلور، أوتاميندي يغلط وغلط الشهر بالف وهدف التعادل يضيع. طريقة غريبة جدا ضيع حبرلي، خطا المباراة لأو طريق دي بروين لا غير كرة، والكرة توسع على الهدف الثاني، والكرة بعيدة على غوندوغان. كرة ضاعت من غوندوغان مرة أخرى. غوندوغان متميز جدا في طريقة تقريب، دائما في تفاهم واضح وانسجام وتناغم موجود مع كيفن دي بروين. حاولت الوصول كيفن دي بروين التوزيع والدفاع الثاني اعتقد ان يتاخر بالنسبه للسيتي، والركنيه للمان. كوره غوندوغان، حط الكوره دانيلو، عاليه من دانيلو، وكوره ممتازه برناردو خلصها، والهدف الثاني خلصها برناردو سيلفا. قلت لك لن يتاخر الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي. هو كوره في الشباك للحارس بوب وخطا فادح من بوب، والمباراة تنقلب من هدف لهدف بعد خطأ أوتاميندي وانفراد بيدرا ويضيع هدف من متلة. يلعب الكرة ويجريها لغوندوغان، التوزيع العرضية وركن. مانشستر سيتي مانشستر يونايتد في حضور المدرب أولي جونر سوب، طريق اللاعب ووكر. ووكر وكرة بعيدة لجابريال جيزوس، ضربة مرمى للحارس بوب. عشرة الطريق برناردو سيلفا، برناردو حلوة برشا، طلب الكرة والانطلاق من كيفن دي بروين، وركنية جديدة تقريب 7 ولا 8 للسيتي في المباراة. سيطرة واضحة السيتي الآن، نتيجة باش تكبر وفرصة للثالث، وكرة خطيرة وكابريال ثانية. محاولة رياض محرز التسديدة، فرصة كبيرة. الثالث كاين والرابع موجود، فما فوارق في المستويات بينات، يعني توسيع الافكتيف، توسيع الزرع. يلعب رياض مع الكره كيفن دي بروين. عالمي يا دي بروين، او هو بالفعل البلجيكي كيفن، ويتلقى التهاني من شعب مانشستر ومن مدربه ورئيسه بيب غوارديولا. 3-0 لمصلحة فريق مانشستر سيتي. الأربعة بالانطلاق الهجومي كيفن دي بروين، الهدف الرابع لمصلحة السيتي. كيفن دي بروين والباس في كرة ناقصة، لكن الضغط خطيرة، وضربة جزاء حصلها دافيد سيلفا. ضربة جزاء حصلها القائد سيلفا في يده. فرصة الخامس في حط الخامس. 5-0 للمان سيتي. الكون سيرخيو أغويرو، هدف السابق لإنديبندينتي الأرجنتيني.